أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم في معنا مجاهر جديد، الأخ عمر حامد من مصر. خلونا نرحب فيه أول شيء. أهلا وسهلا فيك أخي عمر. اهلا بك يا استاذ جان، وتحياتي للمشاهدين، وبشكر كل صديق يعني اقتطع من وقته جزء بسيط يعني عشان يتفرج على الحلقة يعني. أكيد أكيد، نحن بنشكر كل أصدقائنا المتابعيننا، وطبعا فيهم بنكبر، ويا ريت يتابعونا ومثل ما بقولوا ويساعدونا، لأنه مشاهدتهم هي مساعدتنا. بالظبط. طيب أخي عمر، خلينا نبدأ ببطاقة تعريفية صغيرة عن حضرتك، تفضل تعرف الجمهور ببطاقة مختصرة عن شخصك الكريم، تفضل. تمام. انا اسمي عمرو حامد، اتولدت في مصر في اسره مسلمه كعاده اي مسلم، بنصوم يعني وبنفطر وبنصلي وبنفطر رمضان ونصوم رمضان، كعاده اي مسلم بنقوم بالطقوس الدينيه. انا يعني ألحدت من حوالي 6 سنين، بسبب يعني ابتدت تراودني بعض الشكوك طبقا للواقع اللي احنا يا عمرو، رح عايشين نجي فيه. على هالاسئله هاي، بصراحه رح نجي على هالاسئله هاي، بس بالبدايه على وهم بتحكي لنا عن بداياتك كطفل، كيف واجهت المجتمع كدين، كيف تعلمت الدين، كيف كان شاد كان اهلك متدينين، احكي لنا عن هالاجواء هاي لو سمحت. تمام. زي ما انا قلت يعني اهلي اللي هو ممكن نقدر نوصفهم مسلمين يعني مش متدينين، ومش يعني الدين جزء مهم في حياتهم، لكن مش بشكل مش اكسس يعني مش اكسسيف مش يعني ما فيش هذا الهوس اللي في بعض الاسر. طبعا المجتمع، انا عانيت من المجتمع جامد جدا يعني، وفعلا وساب جوايا زي ما تقول رواسب نفسية صعبة لحد دلوقتي حتى وانا في امريكا. يعني المجتمع خاصة وانت طفل، وهو للأسف اللي بيحصل في الأطفال يعني انا بسميه جريمة يعني، خاصة في لو كانت أسرة مسلمة. انا دايما بقول أسوأ عقوبة الإنسان ممكن يتعرض لها ان هو يتولد في أسرة مسلمة في مجتمع مسلم، يعني دي أسوأ عقوبة فعلا، لأن هو من وهو صغير يعني المجتمع الإسلامي ده عبارة عن ماكينة كراهية، يعني هو بينتج أطفال أو شباب يعني كل اللي علمه ليهم إن المسيحيين كفار، وإن اليهود قردة وخنازير، وإن كل الناس بتعمل تآمر عليك. فحتى وانت صغير يعني، انا في المدرسه انا فاكر كان مدرس الدين مثلا كان بيقول على المسيحيين كفار مثلا في المدرسه، رغم ان انا كنت في مدرسه كويسه في القاهره، ما بالك الصعيد مثلا كان هيبقى اخباره ايه يعني، هتلاقي يعني. وكان مدرس الدين كان يقول على المسيحيين كفار. في يوم مثلا يعني، انا بحكي لك حاجات كده من الحاجات اللي انا فعلا اثرت فيها جامد يعني. في يوم انا سلمت على صديق ليا مسيحي وانا صغير يعني، وكنت ممكن 9 سنين ولا حاجه، 10 سنين، والمدرس جه يقول لي ده في المدرسه، انا بوريك ان المدرسه والبيت والمجتمع عاملين يعني هو بيخلوا الطفل ده فعلا مشروع ارهابي، قنبله موقوته، لو الطفل ما شغلش عقله هتطلع القنبله دي تنفجر في اي لحظه. بالتالي ايه، في يوم انا سلمت على صديق ليا مسيحي، جه مدرس الدين قال لي انت المفروض ما تسلمش على المسيحيين لان هم اعدائنا وهم كذا كذا كذا. طبعا انا ده نفسيا يعني، انا نفسيا ضايقني يعني، انا اللي هو كنت بسأل نفسي كده، طيب هو يعني هم ما عملوش حاجه المسيحيين يعني، كنت لسه صغير بقى ومش قاري حاجه ومش كنت حتى اقول يعني، طب هو يعني من الاساس ربنا خلقهم ليه لما احنا المفروض ما نسلمش عليهم ونعاملهم بهذا الشكل الواقع يعني. انا عمري ما اقتنعت خالص رغم كل الضغوط اللي كانت حواليا من الاسره والمجتمع والمدرسه وكل اللي حواليك، عمري ما اقتنعت خالص ان المسيحيين كفار
او يعني ان احنا لازم نعاملهم بشكل فيه جفاء، او عمري ما اقتنعت بالكلام ده تمام، ما دخلش عقلي، لان انا حسيت ان يعني مش ده الانسان اللي جوايا، يعني مش ده اللي انا، يعني مش انا الانسان ده اللي هو يروح يعني يصنف الناس على اساس ديانتهم او عقيدتهم، او يعني انا قدامي الشخص بحكم عليه باخلاقه، يعني ماليش دعوه بدينه يعني. فطبعا غير طبعا يعني اللي كان بيحصل بقى في المجتمع، مثلا ان انت تبقى في الشارع مثلا تسمع شتايم لحد مسيحي معدي، ده في مصر يعني، انا بكلمك على تجربتي في مصر، يعني تجربه طفولتي اللي هو يعني مش أربعة ريشة ومش عارف ونصارى، وفي أي مثلا خناقة أو حاجة تسمع على طول، لو الطرف التاني مسيحي تسمع يعني يبان على طول الحقد على اللي قدامك، لأن الدين زارع جواهم هذا الحقد، يعني هو زارع قدامهم إن المسيحي ده يعني درجة تانية ودايما بيتأمر عليك ودايما مش عايز الخير يعني. وإحنا هتكلم أنا بتفاصيل بسيطة، يعني أنا جايب نقطة كده على كل موضوع عن كل حاجة، لما نتطرق في التفاصيل يعني عن موضوع المسيحيين وكده. أنا بتكلم عن المسيحيين لأن أنا في مصر الديانة هي الغالبية مسلمين، يعني إيه، مش عايز أقول أقلية لكن نسبة القليلة مسيحيين، فعشان كده أنا بتكلم بحكم التجربة يعني. طيب عمرو، انت لو انا وصلت بمرحلة التدين، انت ايمت صرت متدين؟ بأي مرحلة صرت متدين؟ لا خلينا، انا عمري ما صرت متدين الحقيقه. ما صرت متدين لا نهائيا. لا لا، ما دخلش، طيب انا لست بهذا الغباء خالص يعني. يعني طيب خلينا نقول الشك ايمت بدأ معك؟ اذا طلعت من مرحلة الطفولة، اكيد الطفل يعني مهما كان لا ما بيعطي قرارات اصلا يعني. خليني احكي لك بس على حاجه قبل ما اخش تفضل في تفضل. جزء الشك، اسف يعني. كنت دايما انا اللي بيحصل ايه، وده اللي بيحصل مع اي شخص مؤمن يعني، دايما لما تحصل لي مشكله اقول يا رب، ايام ما كنت مسلم يعني، اللي هو ايه، انا دايما بلجأ لهذا الكائن الخفي المتخفي في المشاكل فقط، لكن انا في حياتي العاديه ما كنت بحس ان لا، انا مش يعني مش ما كنتش بلجأ له، ما كنتش بحتاج هذا الـ ان انا ادعي يعني. لما كبرت وابتديت اقرا فهمت انا ليه وانا صغير كنت، يعني دي نقطه انا عايز اسيرها على الجانب كده، فهمت انا ليه كنت دايما في المشاكل فقط بلجأ لهذا الرب. في مصطلح مشهور اسمه God of Gaps، اله الفجوات. اله الفجوات ده يعني God of Gaps ده يعني طبعا God of Gaps ده معمول عليه كتب وافلام كبيره، انا هنلخص الموضوع. God of Gaps ده اللي هو بيشرح يقول ان الانسان في لحظات ضعفه دايما يعني بيحاول يرمي احماله على صديق، على مثلا اب، على ام، على، فلما ما بيلاقيش حد حواليه يبتدي يخترع في خياله هذا الكائن الوهمي يرمي عليه احماله. وبالتالي ان انت معظم المؤمنين من جميع الاديان هو بيلجأ لهذا الرب في لحظات ضعفه فقط، يعني ايه، في اللحظات العادية في حياته هتلاقي ممكن لو هو مؤمن يعني ما يصلي، ممكن منتظم ممكن مش منتظم، في اليوم ممكن ما يدعيش خالص، لكن هي لحظات الضعف دايما اللي بتخلي الانسان ايه يلجأ لهذا الكائن الوهمي، ويعني ويا ريته بيستجيب يعني. طبعا ما فيش استجابه، كلها صدف وكلها تكهنات وما فيش اي حاجه. فده كان دي اللحظات اللي انا كنت ايه ممكن تقول عليا ايه كنت بلجأ فيها ان انا اقول يا رب، لكن فهمت بعد كده ان ده كان يعني جزء من تركيبة الإنسان، من ضعف الإنسان إن هو بيلجأ لهذا الكائن الوهمي يعني. الشكوك، حضرتك سألتني عن الشكوك، بدأت أنا أشك، أنا بدأت أشك من وأنا صغير جدا يعني، يعني من وأنا في المدرسة حقيقي يعني. يعني أنا في المدرسة أنا فاكر في يوم اتخانقت مع صديق ليا يعني زي شجار بسيط كده، بسبب ان هو كان بيشتم واحد مسيحي كل ما يشوفه، ده كان صديق مسلم مش بقى. كنت انا دايما اقول له ايه يعني، المسيحي انسان زينا وما ينفعش نشتمه
كلام كده كان يرد عليا الصديق ده يشتمني يعني، ويقول لي انت مش عارف حاجه، وانت ما تعرفش حاجه عن دينك، انا بروح الجامع كل يوم واعرف اكتر منك وكده. وطبعا هو فعلا كان عارف اكتر مني عن دينه يعني انا كنت بحكم بانسانيتي ان هذا الشخص ما ينفعش نشتمه لمجرد ان هو مسيحي يعني، لكن هو فعلا كان يعني بيأكت أبون هيز ريليجن يعني، هو كان بيتصرف بناء على دينه يعني. يعني فهي الموضوع ابتدى من المدرسه. انا فاكر برضو كنت في تاني اعدادي، كان حصلت رسوم مسيئه للرسول المزعوم يعني، وحاطين له قنبله فوق كده وكلام شغل كده. كان كل بقى المدرسين في المدرسه عندنا والمجتمع في مظاهرات فيه هنا ومظاهرات هنا، الدنيا كانت يعني. ففي يوم انا بقول لاحد المدرسين اللي كان بيتكلم، عامل يعني حصه كامله ومحاضره كامله، ان يعني الناس دول شايفين عاملين عليهم مؤامره. فانا يعني انا كنت تقريبا 13 سنه حاجه كده يعني، ما كنتش كبير يعني. قلت له يعني الناس اللي رسموا الرسومات دي عندهم حق، انا قلت له كده حرفيا يعني عندهم حق، رغم ان انا كنت مسلم ساعتها. فطبعا قال لي ايه اللي انت بتقوله ده، واطلع بره، وازاي انت تقول كده. قلت له طب يعني اسمع انا بقول كده ليه يعني، انا بقول كده لان وساعتها العالم ما كانش يعني في كم حوادث الارهاب اللي المتواجد النهارده يعني. لكن انا ساعتها كنت بقى يعني مش فاكر الاحداث اللي كانت الارهابيه اللي كانت موجوده بالظبط، بس انا كنت حاسس الارهاب ده. فكنت بقول له يعني لما ناس تشوف يعني دين معين، دايما الناس او المؤمنين بيه دايما بيفجروا نفسهم، دايما هم اللي بيبتدوا الاحداث الارهابيه، فده انعكاس على الواقع، على اللي هم شايفين. طبعا انا فاكر مدرس شتمني وطلعني بره، واللي هو اعتقد اترفدت من المدرسه يومين، وما قلتلهمش في البيت طبعا، لان كان موضوع. فانا بقول لك يعني المجتمع موبوء، المدرسه موبوءه، الاسره موبوءه. انا بدات الشكوك معايا من وانا صغير جدا بقى. انا اقدر الخص الشكوك في ثلاث اسباب، ثلاث اسباب جوهريه واسباب ثانويه، لكن هنتكلم عن الثلاث اسباب الرئيسيه اللي هم كانوا سبب ان انا اسيب الاسلام. تكفير واضطهاد المسيحيين ده سبب من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي خلاني اسيب الاسلام، وخاصه في مصر اضطهاد المسيحيين في مصر ده علني وشكل كبير جدا يعني. سبب تاني الإرهاب، كنت دايما أسأل نفسي ليه دايما الإرهاب يعني ملتصق بالمسلمين، ليه جميع الأحداث الإرهابية دايما اللي بينفذها مسلمين. كنت دايما أسأل نفسي، وطبعا إيه أنا كنت ممكن أسألهم في البيت، أسألهم في المدرسة، لما كنت أروح الجامعة أسألهم يعني. كان دايما الرد ايه، لا ده دول فئه قليله لا تمثل الاسلام، واحنا امه المليار ونصف مسلم. وبالمناسبه انا يعني انا شايف المليار ونصف مسلم دول مليار ونصف مجرم، مش مليار ونصف مسلم خالص يعني. يعني وعمر ما كان الصحه بالعدد يعني، يعني عمر ما كان بالتاكيد الصحه بالعدد. فالارهاب سبب رئيسي، المسيحيه، اضطهاد، تكفير واضطهاد المسيحيين، تحقير المرأة طبعا ده يعني شيء مزري في الإسلام، تحقير المرأة في الإسلام يعني الإسلام داس عليها من جميع النواحي يعني، هو لم يعطيها أي حق من حقوقها. وهعرض أنا بعض النقط يعني. المرأة إحنا ممكن نعمل حلقات عن المرأة، وأنا كتبت كذا بوست عن المرأة في الفيسبوك أكاونت بتاعي يعني. يعني المرأة فعلا في الإسلام كان شيء بالنسبة لنا بيؤرقني يعني، يعني شيء فعلا كان بيخليني اتساءل ايه ده؟ ليه كده يعني؟ يعني هو واحد عنده مشكله مع امه مثلا، او مع المجتمع اللي هو اتولد فيه، اللي هو هذا المزعوم اللي اسمه محمد يعني رسول الاجرام. طيب هو عنده مشكله مع امه، او فهو انعكس الموضوع على كل النساء المسلمين. لكن هي العيب مش العيب مش على محمد فقط يعني، العيب على اللي سمحت لنفسها ان هي تقلل من نفسها بالشكل اللي احنا بنشوفه في مجتمعاتنا. المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان، وحديث ناقصات عقل ودين، وهنيجي للكلام ده بالتفصيل يعني.
فطبعا انا كنت بشوف المرأة حتى في كفن الموت اللي بيسموه الحجاب ده، انا كنت بشوف ان المرأة بطبيعتها لازم تبقى تعتز بأنوثتها. مش طبعا هو ايه اللي هيتفرج علينا يقول ده بيدعو للخلاعة، لا، الخلاعة ان انا اشوف المرأة اللي قدامي دي مجرد جسد. يعني هذا هو تعريف الخلاعة، يعني الخلاعة في عقولكم انتوا، يعني مش في عقولنا احنا. انا بشوف المرأة كإنسان عادي، انا هنا في امريكا بروح اي مكان، الناس واخده راحتها هنا، لا حد هيبص ولا هيعلق على لبس ولا هيحصل اي سيكشوال هارسمنت باي نوع من يعني تحرش جنسي باي نوع من الانواع زي اللي بيحصل في بلاد الاسلام والالف مئذنه والكلام الفاضي ده. فاذا عمر ما كان التحرش نتيجه لبس المراه، التحرش ده نتيجه ضعف دماغ الراجل وعهر دماغ الراجل، يعني اللي هو شايف المرأة هي مجرد أداة للجنس، وظيفة، وظيفتها الكلية في الإسلام هي الجنس. وهنيجي برضو ليه أنا بقول الكلام ده، عشان ما حدش يقول إن أنا بتكلم وخلاص. يعني هدي يعني مصطلحات أو يعني إيه ملخصات بسيطة كده عن الارهاب واضطهاد المسيحيين وتحقير المرأة. اقدر ادي الكلام ده ولا حضرتك عايز تكمل اسئله؟ اتفضل اتفضل اتفضل. يعني مثلا مصطلح الارهاب ده هو مثلا مصطلح قراني. يعني انا كنت دايما لما يعني تقدم بي العمر بقى وابتديت اقرا واشوف يعني مصطلح الارهاب اصلا جاي منين. اولا مصطلح الارهاب هو مطلوب اسلامي، يعني هو مطلوب اسلاميا، يعني المسلم لازم يرهب الكفار عشان يرتعدوا منه. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ اولا احنا عندنا ايه في سوره الانفال، ايه 60 سوره الانفال بتقول ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به عدو الله، فانت القوه اللي انت بتحضرها، انت بتحضرها عشان يعني ترهب عدو الله اللي هم طبعا الكفار والمشركين واي حد غير مسلم. يعني وهو بالمناسبه اي حد غير مسلم كافر، يعني هو الاسلام قسم العالم لطائفتين. وده سبب ليه انا دايما بقول على الاسلام عقيده اجراميه، هي فعلا عقيده مرضيه اجراميه قتاليه بحته. هو قسم العالم لمسلم وكافر. طيب احد المسلمين هيتفرج علينا دلوقتي هيقول لك ايه؟ طب ما هو مثلا المسيحي يعني بيقول ان المسلم كافر بالمعتقد بتاعنا او المسيحي. اولا هو المسيحي او اليهودي او ريفر، يعني هو ما بيقولش ان يعني بيقول عليك غير مؤمن بديانته، بس ما بيقولش عليك كافر. ثانيا الكفر في الاسلام حكم شرعي، يعني الكفر في الاسلام مش مجرد وصف، لا 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 لا، وهقول لك ليه دلوقتي. الكفر في الإسلام، أولا ابن تيمية مثلا يعني كان بيوصف الإسلام، هو فعلا وصف يعني صغير لكن بيوصف حجم البشاعة بتاعة الإسلام. يعني وصف في جملة واحدة بيقول إيه؟ وصف ده في مجمع الفتاوى في كتاب ابن تيمية، وصف في الإسلام كتاب يهدي وسيف ينصر. وابن تيمية ده مسمينه شيخ الإسلام يعني. فهو يعني الراجل بيقول إيه؟ ده هو كتاب هيهدي الناس وسيف ينصر على الناس اللي هي مش هتسمع أو مش هتستمع لهذا الكلام. طيب زي ما أنا بقول لك الكفر في الإسلام ده مش مجرد وصف، ده حكم. ولو مثلا خدنا المسيحيين مثال، مثلا طبعا القرآن مليء بمئات الآيات اللي بتكفر المسيحيين فقط، مش لغير اليهود بقى والباقي، لا أنا مثلا المسيحيين أنا يعني هنختار آيتين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعني هما دول أكتر آيتين بشكل واضح صريحين بيقولوا المسيحيين كفار. طيب خلينا نعرف الكفر بقى، اللي هو عشان لما حد يسمعنا ما يقولش ايه لا ده ما حدش قال ان الكفر حكم شرعي. لا، الكفر حكم شرعي في المذاهب الاربعه وفي كتب كتيره جدا. يعني انا اخترت كتاب منهم، كتاب الامام الغزالي، كتاب اسمه فيصل التفرقه بين الاسلام والزندقه.
كتاب مشهور وبيدرس في الأزهر ولا داعي للتأويل يعني. هو بيعرف الكفر، بيقول إيه؟ الكفر هو تكذيب الرسول عليه السلام في شيء مما جاء به، والإيمان هو تصديقه في جميع ما جاء به. طيب يعني الكفر هو تكذيب الرسول عليه السلام في شيء مما جاء به، إذن أنا وإنت كفار والعالم ده كله كفار، لأن إحنا مش مصدقين هذا الرسول المجرم يعني، وأنا بنفسي إن أنا أتبع هذا المهووس يعني. طيب ده تعريف الكفر. فإذا كل العالم كده، كل من هو غير مسلم كافر، لأن هو بيقول تكذيب الرسول، الكفر هو تكذيب الرسول في شيء مما جاء به، والإيمان هو تصديقه في جميع ما جاء به. وبيكمل بقى، بص الكلام الجميل اللي هيجي ده: فاليهودي والنصراني كافران لتكذيبهما للرسول عليه السلام. فخصص كمان، قال لك ايه؟ لا يعني ايه، انا مش عايزكم تتعبوا وتتعبوا نفسكم تدوروا، لا ده اليهود والنصراني ايه، كفار اساسا، ما ايه يعني وبيكمل بقى بيكمل إيه؟ نعمل ايه بقى مع الكفار؟ طيب بيقول ايه: فاليهودي والنصراني كافران لتكذيبهما للرسول عليه السلام، اذ معناه اباحه الدم والحكم بالخلود في النار. اذ معناه اباحه الدم، يعني ايه اباحه الدم؟ يعني القتل، يعني المفروض اي مسلم يشوف المسيح في الشارع يقتله، ده كده ايه فتح كلام يعني، انا يعني هندي له فرصه يعيش ليه يعني، انا هشوف المسيح يقتل، او والحكم بالخلود في النار. ومدركه شرعي، فيدرك اما بنص واما بقياس على منصوص. يعني بيقول لك ايه، الكافر ده تعرفه يا اما بنص قراني ذكر بشكل صريح، او قياس على منصوص، بمعنى ايه، هو عمل شيء تقدر يعني تلاقي نص يقيس على نفس الواقع يعني، يعني حاجه مشابهه لنص قراني، وبالتالي انت بتقول ان ده كافر. طيب وهو بيكمل يقول لك: وقد وردت النصوص في كفر اليهود والنصارى. يعني ما تعبوش نفسكم روحوا اقتلوه، يعني هو كده كده دول كفار وعندنا نصوص، والكفر معناه ايه، اباحه الدم والحكم في خلود النار. انا عندي سؤالين بقى دلوقتي بيتولدوا بعد الموضوع ده. اولا سؤالي للمسلم، انت المفروض تفكر، طيب انت المفروض واجب عليك انك تروح تقتل اليهودي والنصراني طبقا لعقيدتك، طيب يعني لماذا من الاساس خلقهم هذا الاله؟ يعني لماذا ربك من الاساس قام بخلقهم اذا كان يريد قتلهم يعني؟ طب ما كانش يخلقهم يعني، يعني ده برضو انت المفروض تفكر يعني دي. طب انت يعني انت ربك خلقهم عشان يورطكم انتوا في قتلهم؟ ده المفروض انا لو انا كنت يعني، لو انت انسان مسلم عاقل، طبعا هو العقلاء منهم قليلون يعني، لكن احنا لو انت دماغك بتفكر، انت المفروض تسال نفسك يعني، طب انت ليه الرب خلقهم يعني؟ يعني هو الرب مستمتع يعني بان هو يتفرج على الكره الارضيه من فوق كده وعمال يشوف المسلمين بيقتلوا المسيحيين؟ ده حاجه بتعمله يعني حاله من الاستمتاع يعني، ان هو يشوف الناس بتدبح بعضها، ولا هو يعني بيبقى مبسوط بالمشاكل، ولا ايه بالظبط؟ ليه ربنا خلقهم؟ ده سؤال انا بطرحه للمسلمين، واتمنى ان هو ان هم يردوا عليه. وهو خلقهم وعارف ان هم هيبقوا مسيحيين، عشان ما حدش يقول لي ايه لا اصل هم عصوا، لا يعني ما طبعا الكلام ده ما حصلش، هو خلقهم وعالم كل شيء، المفروض عالم عارف ان هو مسيحيين. فاديني رد بعد اذنك. سؤال تاني للمسيحيين بقى او اليهود يعني وارب، ليه ربكم من الاساس سمح بخلق هؤلاء القتلة؟ يعني انتوا ربكم خلقكم وخلق ناس تقتلكم، ده برضو سؤال انا عايز تجاوبوني عليه. ما هذه حكمه؟ انتوا بتوصفوا هذا الاله بالمصمم الذكي، طبعا انا ما شفتش اخبر من كده يعني، لكن يعني ما هذه الحكمه ان انت خلقني كمسيحي وخلي المسلم يقتلني؟ برضو نفس القصه، بتفرج عليكم فوق مبسوط ان اشوف ده المسيحي بيتقتل، يا سلام ده حاجه لطيفه خالص، انا مش فاهم. طبعا المسيحيين هيرد عليك يقول لك ايه، ده يدافع عنكم وانتم صامتون. طبعا لا بيدافع عنكم ولا نيله، ويعني انتوا بقالكم 2000 سنه بتتدبحوا يعني، فيا ريت العبارات الاذلال دي يعني ما نسمعهاش يعني، ولا انت لا هيدافع عنكم، ويعني خلينا نفوق بقى ونحاول نوزن الامور بشكل عقلاني يعني، لان انا مش بشوف اي نوع من الدفاع يعني عن من ربكم. ده سؤالين بنطرحهم للمسلم والمسيحي يعني. نكمل في الـ في الـ في الـ
في موضوع الإرهاب. محمد كان، أنا كنت عملت بوست قبل كده على الفيسبوك عن قيمة الحياة في الإسلام. محمد كان عايز يغزو العالم بهؤلاء الرعاع الصعاليك الصحراء اللي كانوا معاه. طبعا الإنسان بطبيعته بيخاف على حياته، يعني هو ده طبيعة الإنسان، يعني أي إنسان لازم هيخاف على حياته لأنه هي أغلى ما يملك يعني. فهو محمد كان عايز يوصل لهم إن الحياة لا قيمة لها، وإن هي الـ يعني الفوز العظيم زي ما هو بيقولوا ده في الأخرة فقط يعني. فطبعا إيه، هو عمل الموضوع بشكل، يعني هو كان رئيس عصابة محترف يعني هو عمل لكل حاجة الحاجة بتاعتها اللي تقضي عليها يعني. فهو قال لهم ايه بقى، يعني اولا قال لهم انتوا يعني هتيجي تحاربوا دلوقتي، انتوا ربكم هيبقى معاكم روحانيا في الاول. ازاي روحانيا؟ عندنا في سورة الانفال آية 12 بيقول ايه، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإنه شديد العقاب. طبعا هي الآية دي نزلت في غزوة بدر بالمناسبة، لأن هو يعني كان هذا المجرم اللي اسمه محمد بيحاول يحفز الناس على القتال، فكان بيقول يعني بيقول لهم ده ربنا معاكم في المعركة وأرسل لكم ملائكة، فيعني عشان ما تخافوش خالص انتوا معاكم ربنا بالملائكة بتاعته يعني، بس دلوقتي ايه روحانيا، يعني ايه ربنا لسه ما نزلش المعركه، يعني بيقول لهم اذا يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقوا في قلوب الذين كفروا الرعب. وحتى تقرا الايه يعني هل ده رسول الرحمه يا جماعه، سالقوا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، هل ده رسول الرحمه؟ يعني ده سؤال برضو، يعني هل في رسول رحمه يقول فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان؟ عن اي رحمه تتحدثون يا دعاه الرحمه؟ ده بالنسبه ان هو كان معاهم روحانيا في المعركه. طيب معاهم جسديا بقى، نزل بقى الرب نفسه بقى ايه، نزل شلح وايه وهيخلص معاهم في المعركه. نلاقي ايه، يعني هو بالمناسبه قبل ما اكمل، ايه وايه واحده زي ديت هي تكفي ان هي تخرج المسلم من الاسلام، ده لو هو انسان عاقل يعني، لو هو انسان عاقل وقرا اضربه فوق العناق، ده كافيه كده، شكرا يعني، ده كافيه ان هي تخرج اي بني ادم بيفكر، اي انسان عاقل يفكر ان هو يخرج بره هذا العقيده. طيب جسديا بقى، ودي اخطر حاجه، وهذه الايه بتتداول كتير في خطابات داعش وبعد كل يعني غزوه ليهم زي ما سموا غزوه باريس، ايه متداوله جدا، وهي ايه لو حد يعني ايه اعتقد فعلا انها من عند الرب هو مش هيبقى عنده مشكله خالص ان هو يروح يفجر نفسه او يقتل. او الايه في سوره الانفال ايه 17 بتقول ايه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. سميع عليم. طيب فهو هنا بيقول لهم ايه، ده وانت ماسك السلاح وبتقتل الناس الابرياء دول، ده مش انت اللي قتلت، ده الرب هو اللي قتل، وانت بترمي مش انت اللي رميت، ده الرب هو اللي رمى. فاذا الجهادي هو لو مقتنع 100% ان ده هذا النص من عند هذا الاله القاتل السفاح السادي، فخلاص هو يعني مش هيبقى عنده مشكله ان هو ينزل ويقتل الناس، ده مش انا اللي بقتلهم، ده ربي واقف جنبي دلوقتي هو اللي بيقتلهم بنفس المدفع اللي انا ماسكه. طبعا دي ايه خطيره جدا، وهو يعني هو محمد وصل لهذا النوع من الـ النصوص او هذا النوع من الايات لتحفيز الناس على القتال بلا رادع وبلا خوف وبلا يعني اي نوع من التردد يعني. طيب آية تانية برضو بيقول لهم ايه، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كالبنيان المرصوص. طيب يعني هو الرب ساب كل حاجة ممكن يحبها وحب المؤمنين بس وهم يقاتلون في السبيل، يعني هو مثلا ما حبش المؤمنين يتعلمون في السبيل، لا يحبون في سبيل،
لا ينمون المجتمع في سبيل، لا ده هو إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. يعني القتال، والقتال بالمناسبة فرض في الإسلام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني برضو يعني زي كتب عليكم الصيام، الصيام فرض صح؟ بآية هي برضو كتب عليكم القتال وهو يعني برضو آية، كتب عليكم القتال، القتال فرض في الإسلام. يعني يا ريت المزورين المدلسين الكاذبين اللي بيطلعوا يقول لك الإسلام دين السلام، لا الإسلام دين القتال، والقتال فرض في الإسلام بآية قرآنية وحديث. وده طبعا يعني ممكن نعمل حلقات في موضوع فرض القتال، في حديث مثلا يقول لك الجنة تحت ظلال السيوف، برضه حديث مشهور وحديث صحيح يعني بالمناسبة، الجنة تحت ظلال السيوف، يعني هي الجنة مش هتيجي غير وانت معاك السيف وبتحارب. القتال مرة أخيرة فرض في الإسلام، ويعني من يدعي أن الإسلام دين سلام كاذب قولا واحدا، كاذب ومدلس. عمرو يعني خلينا هلا، انت وصلت لمرحله الالحاد، مش اصلا لك ملحد لحد هلا؟ قول انا ملحد رسمي. انا ملحد رسمي. قديش صار لك من الوقت يعني؟ 6 سنين. 3 سنين. 6 سنين. قبل ما تصير ملحد انت فكرت تفتش بغير ديانات عن شيء مثلا، شيء الهي من هالقبيل؟ يا ريت حدثنا عن هالتجربه اذا سمحت. تمام. بس اتمنى ان احنا نرجع لنفس اللي احنا كنا بنكمله. اذا عندك فكره تكملها وبعدين نرجع لمساله انا كنت عايز اكمل يعني في موضوع، وهرجع اقول لك اللي حصل بالظبط. طيب دلوقتي ايه الجهادي بعد ما وصل له كل كم هذا الايات هيروح طبعا يحارب ويقتل ويدبح وكده. طيب مات هذا الجهادي، الجهادي ده اتقتل في معركه، يروح محمد عامل لهم ايه بقى؟ انا بقول لك هو حاطط لكل حاجه، لكل مثلا حادثه تحصل الايه بتاعتها، حس طمن الناس على الاخر ما فيش. طيب اتقتل الجهادي، ينزل لك ايه في آل عمران 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. يعني الناس اللي اتقتلت دول ده احياء وفرحين كمان، يا جماعه يعني انتوا روحوا اقتلوا نفسكم كلكم، انا مش عايز حد صاحي، انا عايز كله يروح يفجر نفسه. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله احياء امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون. بص يعني دي حته مهمه، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني كمان اللي هم ما لحقوش بيهم بيقول يا جماعه يعني هزوا نفسكم كده، عايزين نفجر العالم كله ما ينفعش. يعني ايه يعني بيستبشروا بالذين لم يلحقوا بهم. عايز اذكر واقعة بقى ايه حصلت حقيقية، يعني ايه ده مثال بسيط على الايات دي، وده اللي انا بقول لك عليه ان هم بيستنفذوا طاقات الشباب وطاقات المجتمع في معارك مش بتاعتهم. يعني هو بيضيع طاقة الشباب في ماكينة كراهية، في عملية من الكره الغير نهائي تجاه الاخر، يعني بدل ما ينمي المجتمع. في 20 اكتوبر 2011 قتل القذافي، تمام، في ثورات الخراب العربي قتل القذافي. كان في الامريكان كونسليت، القنصليه الامريكيه هناك، فيها السفير الامريكي في ليبيا، وفيها بعض الحرس بتوع ليبيا، حرس السفاره يعني، وفيها الموظفين دبلوماسيين في نفس الامبسي يعني. طبعا الحرس اللي كانوا موجودين ما كانوش يعني بالقدر الكافي من هم يردعوا المتمردين الليبيين اللي كانوا جايين رافعين علم القاعده، وبالمناسبه علم القاعده وعلم داعش ده اسمه رايه العقاب للي ما يعرفش. رايه العقاب دي كانت بتستخدم زمان ايام الرسول في الغزوات وكده. فداعش يعني داعش هي ملتزمة بالإسلام حرفيا، حتى في العلم بتاعهم هو علم العقاب أو راية العقاب، دوروا عليهم يا جماعة وتأكدوا. ده يعني حاجة سريعة كده عشان أوضح إن داعش بتنفذ الإسلام بحذافيره حتى في العلم. طيب قتل القذافي وصارت الدولة، وطبعا خرج المتمردين من كل مكان أو الناس اللي فاهمين الإسلام، خلينا نقول
وراحوا بقى عشان يشوفوا الكفار في بلدهم يقضوا عليهم. طبعا في يوم قتل القذافي ده طبعا في مسيحيين كتير اتذبحوا، لكن انا احكي على واقعه. ابتدى المتمردين يروحوا عند سور السفاره ويهاجموا السفاره الامريكيه. الامريكان بعتوا ست ضباط، ست ضباط دول كان في حد مبلغ في المطار ان الست ضباط دول هيوصلوا في المكان الفلاني وهيروحوا عشان في السفاره، فاحنا عايزين نودع السفاره كلها. وصلوا الست ضباط ما ناموش، يعني لم يناموا. وصلوا الست ضباط، وصلوا السفاره، فضلوا 13 ساعه تحت القصف. الكلام انا بقوله ده موثق وحقيقي وعليه فيديوهات يعني، وعليه صور ومعمول عليه زي دوكيومنت كده يعني. ابتدى الامريكان يعني الست ضباط وصلوا السفاره، قعدوا 13 ساعه تحت القصف. في ال 13 ساعه دول طبعا هم بيدافعوا عن نفسهم، لان هم الثوار الليبيين دول او الناس المسلمين خلينا نقول سرقوا مخزن اسلحه الجيش الليبي، وكانوا بيضربوهم بالاسلحه الثقيله بقى والدبابات وصواريخ هاون، وهم الضباط اللي كانوا جايين دول ما كانش معاهم غير يعني اسلحه عاديه كرشاش او كده يعني. بعد كده ابتدوا يدافعوا عن نفسهم، وطبعا تاني يوم كانوا يعني قتلوا ناس كتير من الثوار الليبيين اللي كانوا بيحاولوا يهجموا على السفاره. مصورين بقى الطيارات الامريكيه مصوره الامهات تاني يوم وهي خارجه تدور على اولادها اللي ما رجعوش. فوصلوا بقى عند قدام السفاره، فالام بقت بتلاقي ابنها، وفي الفيديوهات شكلها يعني ست بسيطه او ستات ناس كتير يعني. وصلوا بقى تشوف ابنها مرمي مضروب بالنار وتعمل كده هو، وابنها اللي بقى له 20 سنه او 30 سنه بتربيه اتقتل. وتدعي بقى ايه الام، تدعي على الامريكان اللي قتلوه. السؤال هنا بقى ايه، من هو القاتل الحقيقي هنا؟ من الذي دفع هؤلاء الشباب لقتل الامريكان؟ الاسلام. الاسلام هو القاتل الحقيقي. وكان الاولى قبل ما هذه الام انها تدعي على الامريكان كانت تشوف ابنها اللي وصله لهذه المرحله من الكره والحقد والضغينه، ان هو بقى قنبله موقوته. ده بالنسبة، ده مثال عملي على هذه الآيات اللي هي بتخرج أي شاب أو بتخلي أي شاب مشروع إرهابي، وبنضيع طاقات المجتمع في معارك وفي كره، بدل ما نفكر في إن إحنا نعلم الشباب ديت ننمي المجتمعات نعمل الكلام ده. كنت سألتني سؤال، هل فكرت في ديانة زي المسيحية أو طبعا فكرت في ديانة زي المسيحية، لكن يعني المسيحية طبعا أنا أصدقائي كلهم مسيحيين، ويعني أنا حقيقي هي أنا بعتز بكل مسيحي أنا عرفته في حياتي، ويجب أن أقول الكلام ده علنا يعني، ولا أعتز بأي مسلم عرفته في حياتي، النقيض تماما يعني. لأن المسيحي ممكن يساعدك regardless your religion your belief يعني، بعيدا انت ديانتك ايه ايمانك ايه، هيساعدك وهيقف جنبك باستثناء المسلم طبعا، المسلم هيساعد المسلم فقط. المسيحية يعني الفكرة فيها، انا في وقت من الاوقات كنت فعلا بفكر جدا اعتنق المسيحية، لكن في لحظة وقفت كده وسألت نفسي، طيب هو اشمعنى المسيحية اللي انا بفكر اعتنقها يعني؟ وجدت ان انا عامل زي اللي داخل السوبر ماركت ما فيهوش غير، لان انا ساعتها مثلا كنت في مصر، انا داخل السوبر ماركت ما فيهوش غير الاسلام والمسيحيه، فسبت الاسلام ما لقيتش غير المسيحيه، رحت معتنق المسيحيه. فده سبب من الاسباب اللي خلاني اقول ايه، طب ما هو في اديان كتيره يعني حول العالم، بالمناسبه في 4300 ديانه حول العالم يعني، وكل ديانه بتكذب الثانيه يعني، في 4300 يعني. فحتى هذا المؤمن اللي هو ملحد ب 4299 ومؤمن بواحده يعني، ما عدي لي واحده يعني، ما فرقتش واحده، انا ملحد بال 4300 يعني.
فده ده بيوريك ان المجتمع حواليك والغالبيه اللي حواليك هي بتاثر عليك بشكل حتى لو انت دون ان تدري. يعني كتير بتسمع عن مسلمين تحولوا مسيحيين في مصر. هل ده عشان المسيحيه كويسه؟ لا، هي مش عشان المسيحيه كويسه ولا حاجه، عشان هي المنتج الوحيد المتاح. لكن انت لو خرجت لدوله مثلا زي امريكا فيها مئات الاديان، مش بالشرط، مش بالضروره ان انت تعتنق المسيحيه. يعني عندك ممكن تعتنق اليهوديه اتليست، يعني حاجه انت عارفها من الشرق الاوسط يعني. فده اللي خلاني اتراجع شويه وقلت ايه، طب نقعد نقرا كده نشوف الموضوع بتاع المسيحيه ده بيقول ايه، لان ايه ممكن يكون المنتج المتاح التاني اللي عندي في البلد ده برضو مضروب يعني. وده اللي انا اكتشفته بعد كده يعني. انا اسف المسيحيين يعني. طيب انا قريت في المسيحيه وتوقفت عند المعجزات بصراحه. اولا يعني هي المعجزات هي المرادف بتاعها الخرافات، يعني ده المرادف بتاعها. لان هو ايه، لو انت عندك معجزه اثبتها لي بالدليل العلمي، دليل العلمي بعيدا عن كتابك المقدس. طبعا انت ما عندكش اي اثبات خارج هذا الكتاب المقدس. يعني انا معايا كتاب من 2000 سنه، هو انت بتاخد منه كل قوانينك معجزاتك بتفترض صحتها بناء على هذا الكتاب. لا، الحقيقه ما بتعتمدش على كتاب واحد. يعني انا لو كلمت على نظريه التطور هجيب لك 1000 مرجع، و1000 مرجع ده بدون مبالغه يعني. نظريه التطور فيها لحد دلوقتي 240,000 مرجع معمول على نظريه التطور، فانا هجيب لك منهم 1000 مختلفين بالكتاب مختلفين. لكن المسيحيه لو توقفت عند معجزه معينه انت مش هتقدر تجيب لي ليها اي اثبات علمي، وبالتالي طب ما ارجع الاسلام احسن. طب يعني فرقت ايه يعني؟ ما انا هي المسيحيه العهد الجديد، ناس ظريفه ورحيمه وكيوت وزي الفل وكده، ما فيش مشكله. لكن يعني هواجه نفس المشكله ان انا بصدق حاجه انا ما شفتهاش، وهي دي كارثه بقى. يعني هو اللي يصدق حاجه ما شافهاش ده هو بيجبر عقله على هذا التصديق. يعني هو انت بتصدق مثلا، ومعجزات في منتهى يعني ايه، يعني هي خارقه لقوانين الطبيعه بشكل فج. وبالتالي عشان انا اصدقها انا محتاج دليل اشوفه قدامي يعني. فانا ما فيش دليل، فايه، فانت انا بجبر عقلي ان انا اصدق هذه المعجزه. وبالتالي ايه، انا لو اكبرت عقلي في مره في اثنين في ثلاثه، هذا العقل سيتوقف اجلا ام عاجلا عن العمل. وبعد كده انت هتصدق اي حاجه، لان انت عودته من البدايه ان انت بتصدق اي حاجه وانت ما شفتهاش. وبالتالي انا وصلت في الاخر بعد يعني ان انا كنت بفكر ان انا اعتنق المسيحيه، وصلت في الاخر لنفس الريزلت يعني، اللي هو جميع الاديان بتصيب المؤمن بحاله من الشلل العقلي، وبتصيب العقل بحاله من التسمم. اخي عمرو نحن منتظرين من الاخ سال كمان يشاركنا بصراحه. ينور، اهلا وسهلا يعني، منتظرين. ونحن على كل حال اخ سال اذا سامعني يا ريت تشاركنا. طيب خلينا نروح، لانه الوقت صار اخذ معنا وقت كثير بصراحه. خلينا نروح على سؤال ثاني، الجهر بالالحاد. نحن انا وانت كمجاهرين، برايك شو اهميه انه نحن كملحدين نجاهر بالالحاد، نحكي نقول؟ طيب جانا الاخ مستجيب وبعدين نرجع للسؤال. تفضل حبيبي، hold on، خلي انزل الصوت شوي. Give me a second, one second please. Yeah, take your time. سكنين. مساء الخير. مساء النور. يا سال جوجل كله نور يعني. حبيبي. شكرا جاي اعطى الفرصة. I appreciate it. Sincerely appreciate it. انا بس حبيت اقف مع صديقي وحبيبي وابني عمرو. انا هذا الرجل احبه بشكل يعني، اخي المفقود اللي فقدته من زمان ظهر لي هون لما كان في مصر والان في امريكا. حبيبي اخ عزيز، طبعا عمرو تعرض للولاء والبراء من عائلته ومن الشعب المصري المسلم مع الاسف، بس you know what، زي ما قلت لك حبيبي واحنا هون معاك وجنبك، اخ حبيب
ده شرف لي أساسا. أحيي فيك إنسانيتك صراحة لما ذكرت قصة صديقك المسيحي، وإحنا نفس الشيء كنا تعرضنا لهذه الأمور. الديانة مرفوضة 100%، يسموها ديانة، أنا لا أسميها ديانة. ديانة مرفوضة 100%، وإنسانيتك تغلبت عليك. أنا طلبت من جان أكون معك لأنه تعني لي الكثير، أنت إنسان رائع. وبالمناسبة إنسان رائع وعيلة حبيبي. في ناس آخرين بدهم يحكوا لك هاي، تعالوا. بدأت حضرت لك فول كمان لما تخلص طبعا. نادين ده كده ده كده موضوع عائلي خالص يعني. يس عائلي تزعل لأنه الإنسانية عائلة. تفضل أنا عامل الحلقة دي عشان نتفضل. زيك يا نادين، الأخبار؟ أهلين جان، كيفك عزيزي؟ تمام تمام، كيفك أنت؟ ماشي الحال، منورين. ده نورك يا نادين يعني. تسلم. في عندي سؤال لك. اتفضلي اتفضلي. في عندي سؤال لك عزيزي عمرو. اتفضلي. اثناء سؤال يعني بدي اطلب منك طلب. تحت امرك. ما هي نصيحتك لكل الملحدين اللي عم بيواجهوا the same reason، يعني نفس السبب مع اهاليهم، شنو نصيحتك؟ شنو نصيحتك لإلي، لجان، لسال، لكل الناس اللي تركوا أهاليهم بسبب الدين، يعني العلاقات العائلية، ما هي نصيحتك؟ هذا الشيء جدا مهم أنا أشوفه. طيب، هو للأسف أنا يعني عايز أرد على الموضوع ده بالتفاصيل. الإسلام والأسرة بشكل عام، الإسلام دمر الأسرة، يعني لا توجد أسرة في الإسلام. العلاقة بين الـ يعني الأسرة، الأب والأم والأبناء، بـ يعني بزوال الإسلام تزول العلاقة. وده كلام يعني مثلا عندنا حديث مثلا بيقول قال عمر، يعني كان في حوار بين عمر والرسول المزعوم، بيقول والله لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي؟ فقال رسول الله الآن يا عمر أنت، مش عارف، الآن يا عمر، يعني بيقول له يعني الآن صدقت يا عمر، لأن هي الكلام مش هو. فده حديث هو عايز يوصل الناس، لانه انت لازم تحب الرسول ده، او لازم يعني الرسول بيتكلم لازم تحبني اكتر من اي حد، اكتر من نفسك حتى. وبالتالي وحديث تاني برضه سمعت رسول الله يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وطبعا يعني في 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 10 احاديث، انا عايز اختصر. فاللي انا عايز اقوله ايه، العلاقه في الاسلام بين الاب والام بزوال الإسلام تزول. وبالتالي يعني أنا بنصح الملحد اللي في الشرق الأوسط، أنت لازم تسيب البلد، يعني ده نصيحتي ليك، أنت لازم تسيب البلد عشان تعرف بعد كده تتكلم بحرية وتعبر عن اللي جواك بحرية. مشكلة الأسرة هي عندهم هم، مش عندك أنت. يعني مشكلة الأسرة هم اللي بدأوها بناء على دينهم. يعني هو والدك لما جه قال لك العلاقه تنتهي بيني وبينك بانتهاء بخروجك من الاسلام، فهي دي مشكله والدك، مش مشكلتك انت. مشكله والدك ان هو غلب دينه على الابويه، او الام غلبت دينها على الامومه. وبالتالي هو الاسلام بوجه عام هو دمر الاسره، وبالتالي دمر المجتمع، لأن هذا الرسول المزعوم هو يعني وصل للناس إن هم يحبوا هذا الشخص أكتر من ولادهم، أكتر من فلذات كبدهم. يعني واحد هيسمعنا دلوقتي يقول لك إيه، طيب الأحاديث أنا مش معترف بيها، أنا راجل قرآني والأحاديث أنا عايز آية من القرآن. طب اتفضل، آية من القرآن، سورة المجادلة 22. سورة المجادلة 22 ده يعني إجرام حرفي، يعني إجرام حرفي. يقول إيه؟
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، يعني ركزوا معي في الكلام الجاي، ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري. يعني هو حتى بيقول لك إيه، يعني آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ما تودهمش لو حادوا الله ورسوله، لو ابتعدوا عن الله ورسوله. فده يعني هذا عفوا عفوا المداخلة بليز. كمان قبل شوي قرأت واحد التعليقات، انه واحد من التعليقات موجود انه الشخص لازم لما يودع جوهرة يحطها في البنج المناسب يعني على المرأة. وكمان شفت أربعة ديسلايك، يعني أربعة انلايك هون. أنا بدي أذكرهم الناس اللي لا يوافقون كلامك من بدأت لحد الآن. صراحة عم بشوف فيك يعني ثقافتك العالية والجلب البراهين. No no it is حبيبي. الثقافة والبراهين عم تجلب للناس البراهين، بس المسلم المغيب اللي قاف العقل يعني رافض حتى يستمع. أنا يعني سماعي لك ناو يعكس لي تربية محمد، which is كان ما كانش مربى بالمرة، يعني كان ابن شارع، يعني كان بائع متجول جنب الكعبة وينام في وظيفة محمد كان بعدين يعني. yes في دليل آخر صراحة من مقتل محمد، يوم قتل محمد ولحد الآن هم أصحابه وأقاربه وعيلته أولاد عمومته أولاد أخواله عم بيقطعوا ويقطعوا في رؤوس بعض. هذا دليل واحد، دليل كافي على إجرام هذا الشخص وكذبه، وهذه الآيات الإجرامية اللي كيف تقبلها يا مسلم؟ دليل رائع على يعني انحطاط هذا العصابة برئيسها وصعاليكها وكل من موجود فيها. صراحة أحييك على يعني جبت البراهين، ما مش عاوز الأحاديث نايس، كمان عندنا قرآن وكان عندنا نفس الشيء، لا عندنا كل نفس الزبالة بس ديفرنت سلة. ما بالضبط يعني كأم كيف يعني إذا ابني ترك الدين كأم بدون دين بدون ثقافة دينية بدون أي التزام ديني، يعني حتى ما تخطر، يعني I cannot think about it. أترك ابني لأن اعتقادي يختلف عن اعتقادي، وبنفس الوقت المسلمين يعني في مثل عراقي بحت بيحكوا كل لشة تتعلق من كرعانها، يعني كل جسد بيوم القيامة يعني عند القصاب يعني يا يعني بيتعلق من الكرعين. أيوة يا أخوي الكرعين. يعني رب العالمين الله ما رح يجي يسألني ويعاقبني على ذنب ابني أو تقصير ابني أو بنتي ارتكبوه بالالتزام بالدين. هو تفضل. انا اللي كنت عايز اقوله ايه، هو محمد كان عايز يعني ايه زي عصابات المافيا كده، عايز يخلي الولاء كله لزعيم العصابة. هو مش عايز حتى يكون ولاء هذا الشخص لابنه او لابوه او لاخته او هو عايز يخلي الولاء كله للايديولوجية الاسلامية القتالية. وبالتالي وبالمناسبة اللي انت يعني فكرتيني موقف مهم، الآية اللي انا ذكرتها من شوية اللي هي في المجادلة 22 دي نزلت ليه؟ سبب نزول الآية كان في أحد الصحابة اسمه عبيدة بن الجراح قتل أبوه في غزوة بدر. قتل أبوه في غزوة بدر، وبالتالي إيه؟ عشان أبوه كان من الكفار، وبالتالي هو الإسلام أو محمد ده نجح إن هو يخلي الصعاليق اللي حواليه دول حتى يفقدوا من الإنسانية والعلاقات حتى بين الأب وابنه، إن هو يروح الابن يروح يقتل أبوه لمجرد إن هو كافر. فبالتالي احنا منتظرين ايه من مجتمعات مؤمنه بهذه العقيده الاجراميه يعني. exactly. شكرا جان حبيبي، شكرا على اعطائنا الفرصه، بامكاننا نبقى وبامكاننا نروح يعني نتابعكم. شكرا، برنامج رائع والضيف رائع رائع ومقدم اروع، بعد كلكم رائعين. شكرا جدا يا سالم. طيب اخي عمر، على كل بصراحة أنا يعني بفكر نعمل حلقة أنا وأنت عن موضوع الأسرة في الإسلام، لأنه موضوع الأسرة كثير موضوع مهم جدا. فعلا ممكن نعمل حلقة عنه.
نعمل حلقه كامله عن موضوع الاسره في الاسلام، بس هو موضوع فيه تفاصيل كتير، ممكن اكتر من حلقه. هو بصراحه موضوع متشعب وموضوع كثير مهم. هذا كونتراكت مع برنامج جسور، بعدين تاخذ الصلاحيات من برنامج جسور. على كل على بالمعروف نحن عاملين فول يا جماعه. معناته روحوا افطروا لانه هو شلط مطولي عنا. يا حبيبي آه شكرا مرة ثانية، تحياتي لكم. شكرا يا سال على ذوقك، وشكرا يا نديم. شكرا على المداخلة. شكرا لك حبيبي. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. باي عزيزي. باي. طيب عمر، عمر خلينا موضوع الإجهار، الجهر بالإلحاد. برأيك شو أهمية إنه أنا وأنت نجهر بإلحادنا، نطلع قدام الناس نقول نحن ملحدين ونشجع أصدقائنا الملحدين على الجهر بإلحاده؟ يعني طبعاً الموضوع مهم في غاية الأهمية. يعني إحنا ما كناش بنخاف إن إحنا نجهر بهذه العقيدة المرضية الإجرامية، وخايفين إن إحنا نجهر بإلحادنا اللي هي يعني الإلحاد ده مرادف الإنسانية. يعني إحنا إنسانيتنا رفضت القتل والتعذيب وتحقير المرأة، فلازم نجهر بالكلام ده. احنا بنجهر بانسانيتنا قبل ما نجهر بالالحاد، بنجهر بالصفات الكويسه اللي فينا اللي الدين دمرها. فطبعا لا، انا شايف مهما كانت التحديات في بلدك، يعني انا جهرت بالالحاد وانا في مصر يعني بالمناسبه، يعني وما همنيش اي حاجه، رغم الناس القريبين اللي مني اللي عارفين الصعوبات اللي انا واجهتها. لكن يعني انا دايما ماشي بـ 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 يعني بمبدا يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع. يعني وانا مش عايش وانا راكع، يعني انا شفت الدين غلط وهقول الدين غلط قدام اي حد، ويعني ويعني مهما سقف هذا القطيع للباطل انا هقول الحق وهقول اللي انا شايفه صح. فطبعا انا بشجع اي ملحد ان هو يعني يجهر بالحاده. إجهارك بالإلحاد هيشجع ناس تانية، هيضيف معلومات لناس تانية، كل واحد يطلع يقول معلومة جديدة، أنا هستفيد أنت هتستفيد غيرنا هيستفيد. فطبعا إجهار بالإلحاد ده مهم جدا لو أنت شايف أن أنت عايز تلعب دور في, 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 في تحسين العالم، في تنمية العالم، في أن أنت تخلي العالم مكان أفضل. طيب عمرو، يا ريت أنت قلت لي أنه حاولت تجهر بإلحادك بمصر حتى ببلدك، يا ريت تحكي لنا عن تجربتك بالإجهار، كيف واجهك الناس، كيف حاولت تجهر، لمين حاولت تجهر، يا ريت تحكي لنا عن هالتجربة يعني بصراحة. أنا كنت ابتديت أكتب كتابات على الفيسبوك، وهو الفيسبوك في مصر وداني بداية بصراحة. وأنا كنت حاطط صورتي عادي على الفيسبوك، يعني ما كنتش عمري ما خبيت صورتي، يعني لأن أنا مش بعمل حاجة غلط. يعني انا لما اطلع اقول المجرم انت مجرم، ده مش غلط يعني. واحنا للاسف يعني وجدنا في زمن يطلق على الانبياء على المجرمين فيها انبياء يعني ف انا كنت بكتب على الفيسبوك، ابتديت اتعرض بقى لمضايقات من كافه الناس اللي حواليا في الشغل. يعني انا اتفصلت من الشغل قبل كده اكتر من مره، يعني بسبب ان كانت الناس بتدخل على الفيسبوك ويشوفوا اللي انا كاتبه ويتصدموا وكده. في الشارع طبعا كانت بتحصل مشاكل كتير، يعني لو كان حد سمع كلمه شاف تعليق عارف ان هو انا ده الشخص اللي بيقول مثلا كلام بيعارض الاسلام، يعني ابتدت طبعا رسائل التهديد تجيلي يعني كل يوم تقريبا، يعني يوم في يوم ما فيش كده بسبب وده يدل على شيء، يدل على ضعف العقيده. يعني انا دلوقتي العقيده لو قويه انا مش ههدد حد ولا هشتمه ولا يعني هدعو لقتل ولا يعني انا كل يوم يومين على الفيسبوك بيجي لي شتايم من المسلمين على ولا يعني انا ما عنديش وقت ان انا ارد على الغوغاء
ويعني الكلاب تعوي والقافله تسير يعني. فانا ما يهمنيش خالص اللي يشتمني يعني، لان انا عارف ان انا ماشي في طريق صح ومظبوط، وبعدت عن الخزعبلات اللي هم مؤمنين بيها، وبالتالي عمري ما لجأت ان انا اشتم حد يعني، عمري ما لجأت ان انا اشتم حد. لكن هو اللي بيحاول يشتم ويسب ويضطهد ويبلغ عني هو ده طبعا انسان مفلس يعني. بس فطبعا تعرضت لمضايقات كتير يعني، بكل تأكيد كلنا تعرضنا للمضايقات هاي طبعا. طبعا. طبعا أنا أصدقائي، أنا فتحت السكايب، ويا ريت إذا في عندكم مداخلات، تعليقات، أسئلة، يا ريت شرفنا. تتصلوا فينا وتبدوا رأيكم وتحكوا، وخلونا نحكي كلنا بصوت عالي يعني، مثل ما بقولوا بالإنجليزي enough is enough يعني، حاج بكفي ولازم نحكي. طيب أخي عمرو، برأيك يعني شو أهمية إنه نحن كملحدين نفهم أهالينا، نفهم ناسنا، نفهم مجتمعنا إنه يا جماعة فيقوا من هالغيبوبة اللي نايمين فيها، أنتوا كل دمارنا بسبب هالغيبيات هالترهات هاي اللي بنسمعها للأسف الشديد، يعني شعب جاهل بكل معنى الكلمة. برأيك شو أهمية إذا بتقدر تشرح لنا إياها؟ أنا الأخ أحمد معي، خليك أخي أحمد معنا بس نسمع جواب الأخ عمرو. حقيقة الأمر أنا يعني أنا حاولت كتير جدا، مثلا زي ما أنت بتقول مع الأهل، إن أنا أفهمهم الحقيقة. مشكلة الأهل دايما وخاصة في المجتمعات الشرق الأوسط، الأهل يعني عقولهم منغلقة بشكل كبير جدا جدا يعني، ولا يتقبلوا النقد بأي نوع من الأنواع. أنا حاولت فعلا أكتر من مرة، لكن اللي أنا عايز وفشلت طبعا يعني. اللي أنا عايز أوصله، طبعا في ناس خايفة تعرف الحقيقة، في ناس أنا جبت لها الكتب لحد عندها وقلت لها اقروا في الكتاب الفلاني صفحة فلانية، في ناس خايفة تعرف الحقيقة يعني، لان هو هيعرف الحقيقه عارف ان الوضع هيتغير من حواليه كمجتمع وفي كل في شتى المجالات حياته، وبالتالي في ناس بتخاف عايزه تريح دماغها. لكن في الاخر اللي انا عايز اقوله، سواء في نفع او ضرر من الموضوع فهو هيعود على الشخص يعني. يعني انت عايز تؤمن بعقيده الاجرام والقتل وتحقير المراه والاضطهاد وتكفير الغير، دي مشكلتك يعني. يعني الكراهية يعني هي بتضر الإنسان الكاره قبل ما تضر الغير يعني، وبتخلي الإنسان من جواه شخص سيء وشخص مضطرب يعني. وبالتالي إن كنت أنا بعدت عن الكراهية فدي حاجة فادتني أنا، إن كنت أنت قربت من الكراهية كمسلم فدي حاجة بتضرك أنت يعني. يعني أنا شايف اللي عايز يقتنع يقتنع، اللي مش عايز يقتنع هو الخسران يعني. مش هنجبر حد يعني، احنا مش زي المسلمين، يا الاسلام يا الجزيه يا القتال يعني. لا، احنا ما فيش يا الالحاد يا الجزيه يا القتال، لا احنا لا عايزين جزيه ولا عايزين قتال يعني. انت سبت هذه العقيده الاجراميه افدت نفسك، سبت هذه العقيده الاجراميه افدت نفسك، اتمسكت بيها ضريت بنفسك واللي حواليك كمان. فيعني الموضوع بيعود على الإنسان نفسه. خلينا أخي أحمد، أسفين على التأخير. ولا يهمك برحب. تفضل أخي، بس علي صوتك، على وقت علي صوتك عشان نقدر نسمعك. أنا برحب بالأستاذ عمر. صح كده؟ عمر. تفضل. تمام. مش أستاذ ولا حاجة. بهنيه على فكره الحر ورأيه، وانا شايف انه اراءه كويسه وجميله، بس كان عندي اسئله بسيطه لي. اتفضل تحت امرك. طبعا بص، اي حد يعني جاي من خلفيه اسلاميه او وترك الاسلام بيأثر فيه بشكل ما او باخر يعني. التأثير ده مثلا ممكن ينبع ان هو يبقى يسيب فيه بذرة خوف قليلة، أو إن هو مثلا يبقى فيه عادات قليلة من هذا الدين،
حاجات مختلفة عن حسب الشخصية نفسها. فهل الإسلام فيه أثر بشكل أو بآخر؟ شو السؤال بس لو تعيده أنا ما سمعته مظبوط. هل الإسلام ساب فيك شكل يعني ساب فيك أثر بشكل أو بآخر؟ الرواسب الإسلامية أكيد أكيد تفضل. ده أول سؤال. تقدر الشرق الأوسط من خلال تحليله للمشهد وتحليله للأحداث اللي بتحصل فيه، وهل يرى إن في اتجاه لرؤية واضحة للتدمير ورغم أحداث الإرهاب وتفشي الإجرام والخوف في المنطقة يعني؟ وثالث سؤال عايز أسأله عن خصوص المرأة. المرأة أنا عايز أتكلم عليها دي، ده كويس إن أنت أثرت الموضوع. ورا بده يحكي عن المرأة. هيحكي يعني في خلال الحلقة؟ هنحكي في خلال الحلقة. خلاص ماشي، أنا ممكن أشارك بأسئلة وتعليقات يعني. شرف لينا يا صديقي. طيب أنا بشكرك كثير أخي أحمد. في عندي اتصال كمان تاني من الأخ أحمد كارل. طيب بتمنى يتصل لي يرجع يشيل السماعة. طيب أنا على كل حال رح نعيف الاتصال مع الأخ أحمد نرجع نتصل فيه. تفضل أخي يا عمرو، يا ريت جاوبنا على السؤال. لا أنا مش سامع حضرتك. عم بقول يا ريت تجاوبنا على أسئلة الأخ أحمد وبعدين اتصال الأخ أحمد الثاني. طيب هو أنا جالي يعني أنا قدرت أسمع أول سؤال وآخر سؤال، رواسب الإسلام والمرأة. تاني سؤال حضرتك تبقى تقوله لي. تاني سؤال بيقول رؤية، هل هناك رؤية واضحة للتنوير؟ تمام ماشي، ممكن نبتدي بالسؤال، هل هناك رؤية واضحة للتنوير في الشرق الأوسط؟ أكيد يقصد صح؟ طيب يعني لا توجد رؤية وسط الظلام، يعني لا توجد رؤية واضحة وسط الظلام، يعني أنت لو طفيت النور مهما كانت عينيك كويسة أنت مش هتقدر تشوف. ليه أنا بقول كده؟ الشرق الأوسط أغلبيته يعني أنا دايماً بشوف المسلم إرهابي إلى أن يثبت العكس. فأنت عايش مع مجموعة من القنابل التي يعني أنت لا تعلم متى سوف تنفجر يعني. فما ينفعش تكون عايش مع كائنات زي ديت وتدور على الرؤية أو الأمل، مفيش أمل وسط الكائنات ديت. لازم أنت تطلع برة هذه البقعة الموبوءة وبعد كده تبتدي تحاول تصلح في الناس دي. لكن وانت وسطيهم من وجهة نظري ممكن اكون انا متشائم شوية، لكن لا رؤية واضحة وسط الظلام يعني. ده بالنسبة لهل هناك رؤية. رواسب الاسلام طبعا كعادات وتقاليد لا هو ما سابش فيه اي حاجة يعني. انا لم ولن التزم باي حاجة بخروجي من الاسلام، انا يعني تخلصت من العباءة كاملة يعني. لكن طبعا في رواسب نفسية يعني، ده لازم نقولها. رواسب نفسية بمعنى طبعا انه جوايا طبعا غضب كبير جدا، جوايا حقد كبير جدا على اللي حصل في بلدي بسبب الإسلام واللي حصل حوالينا، جوايا حزن على الناس اللي بتتقتل وبتتدبح كل يوم. انا يعني انا في مشاهد شفتها مثلا انا مش قادر انساها لحد دلوقتي مثلا من هؤلاء الرعاع المسلمين يعني. ف رواسب نفسيه اللي جوايا، انا جوايا غضب كبير جدا يعني جدا يعني بسبب هذه العقيده الاجراميه. لكن كعادات او كاي حاجه اسلاميه لا، انا تخلصت بالشكل الكامل من هذه العقيده المرضيه يعني. المرأة بالمرأة أخي عمرو بدي أقرأ لك تعليق جانا على اتفضل تحت أمر على اليوتيوب. هيصر بيقول المرأة المسلمة كالجوهرة العظيمة، فلا بد أن تسترها كما تستر الجوهرة العظيمة في أفضل البنوك. خلينا تفضل الميكروفون معك. طيب هو ده طبعا ده واحد وضيع الفكر اللي بيقول الكلام ده. أولا المرأة مش جوهرة،
ويعني ايه مش جوهره؟ طبعا ده مش تقليل من المراه، انت لما توصف المراه بشيء هذا هو التقليل يعني. يعني طبعا المراه عمرها ما كانت جوهره لازم تستر نفسها. طب وانت ليه ما تسترش نفسك انت؟ يعني هل المراه تستثار يعني هل الرجل يستثار والمراه لا تستثار؟ وبعدين ليه المراه تدفع ثمن استثاره الرجل؟ يعني ليه الرجل ده دلوقتي الرجل في الاسلام عامل زي الحيوان اللي بيدور على فريسه؟ طب هي المراه هي ايه ذنبها هي ان هي تغطي نفسها من الحيوانات؟ طب ما تغطي انت نفسك. وبعدين انت الله ما نحط نفسنا مكان هذه المراه. يعني انتوا بتقولوا المراه ناقصه عقل ودين، وانتوا كاملين العقل، لماذا لا تتستروا يا كاملين العقل؟ المرأة طبعا مفهوم جوهرة ده مفهوم قذر، أنا آسف إن أنا أقول اللفظ ده، ولأن هو مفهوم بيقلل من المرأة. خلي بالك هو بيقلل، هو شايف المرأة جسد لازم يتغطى، شايف المرأة جسد فقط، لكن هو لو شافها إنسان هو عمره ما هينادي إن هي تتغطى. يعني الإنسان يعني المرأة يعني ما وجدتش بعيب عشان تغطيه. المرأة يجب أن تفتخر بأنوثتها وتعتز بيها، ويجب أن تدافع عن حريتها من أجلها حتى لو وصل للموت. لكن أنتوا أشباه الرجال، أنتوا وصلتوا المجتمعات بتاعتنا اللي أنت بتقول تتستر. إحنا مجتمعاتنا رقم واحد في التحرش على مستوى العالم، يعني التستر ما اداش أي يعني دفاعية عن هذا التحرش. المرأة والرجل متساويان رغم أنف الحاقدون يعني. وعمر ما المرأة كانت جسد نغطيه، لا، عمر ما المرأة كانت مجرد وعاء جنسي، لا، المرأة إنسان كامل عاقل له نفس الواجبات للراجل، بل تفوق الواجبات أحيانا. الراجل لا يمكن أن يستحمل أن يضع في 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 بطنه طفل للتسعة أشهر. وبالتالي طبعا المرأة يعني أنا بشوف المرأة اللي هي لسه محتفظة بالإسلام ومؤمنة بالإسلام هي آثمة في حق نفسها قبل المجتمع، لأن هي يعني احنا ممكن ندخل في كلام عن المرأة بعد بالمناسبة. يعني ليه آثمة في حق نفسها قبل المجتمع؟ لأن هي المرأة في الإسلام رسولها بيوصفها بناقصة العقل وبيوصفها بناقصة الدين وبترس نصف الراجل، وشهادتها بنصف شهادة الراجل، كل حاجة نصف الراجل. لو انت عندك طفل ولد وبنت، هل هتروح تجيب للولد مثلا وبتجيب لهم ألعاب أو حاجة؟ هتجيب للولد لعبتين أو يعني وهتجيب للبنت لعبة واحدة؟ ما هذه النوع من التفرقة يعني؟ وبعدين المرأة في الإسلام مستغلة جنسيا في كافة الأشكال والأنواع. يعني هي المرأة، وبالمناسبة هو الإسلام حول الفعل الشنيع، حول الجريمة لفعل مقدس يساب عليه. يعني هو خلى اغتصاب النساء سبي في الحروب، يعني هو جعل من الاغتصاب واجب ديني. ده اللي بيقول الإسلام كرم المرأة وجعلها جوهرة. جوهرة ايه يا عم؟ بس جعل من اغتصاب النساء واجب ديني يجب أن يعملوا هذا الجهادي في الحروب. رسولهم كان بيشجعهم قبل الحروب في أحد الغزوات، كان بيقول إيه؟ اخذوا تبوك تغنموا بنات الأصفر، يعني أنتوا تروحوا حربوا، وبيشجعهم يعني ما هذه القذارة والبزاء؟ يعني روحوا اقتلوا نفسكم عشان تغنموا بعد كده البنات الشقروات. ويقول لك حديث تاني في البخاري، خيركم اكثركم نساء. يعني ده سيرش اباوت، يعني ام نوت كيرين. يعني كل ما الراجل يعني الراجل يبقى كويس بكتر الستات اللي حواليه. وطبعا خلينا نتكلم في تعدد النساء حواليه. انا عايز الراجل خصوص تعدد الزوجات، انا عايز الراجل يحط نفسه مكان الست. يعني تخيل انت الست متجوزه عليك ثلاثة، وانت في نفس وانت في المنزل، وعارف ان في الاوضه اللي جنبك زوجتك بتمارس الجنس مع رجل اخر تحت حكم شرعي. ما هذا الاجرام؟ ده اجرام فاق كل الحدود. يعني طبعا هو هيقول لك ايه؟ لا، ما احنا مش مذكوره الست. ما هو مش مذكوره الست انها تتجوز اربعه، لان الست في الاسلام في مرتبه اقل من الراجل.
اذا انت سمح لك انك تتجوز اربعه الست لازم تتجوز اربعه. وانا عايز بقى تتخيل معايا شعور الست وهي عارفه ان جوزها بيمارس الجنس كل يوم وبيشاركها عاطفيا, بيشارك امراه تانية عاطفيا في نفس منزلها واحيانا في نفس غرفه نومها. احيانا في ناس بتخرج زوجاتهم عشان يخشوا يعني يمارسوا الجنس مع الزوجه الثانيه او الثالثه. ما هذه القباحه والمزاءة ويعني والاسفاف يعني. فيعني انا مش عايزه الناس اللي بتقول الاسلام كرم المراه دي ناس يعني لديها من الخلل العقلي ما لا يستحق التعليق يعني. خلينا نستعرض عشان الاستاذ احمد اللي كان قال لي نتكلم في عن المراه, خلينا نستعرض حاجات بسيطه جدا. المراه فعلا احنا يعني ممكن نعمل حلقات فيها يعني, ودي من احد الاسباب فعلا اللي خلتني اسيب الـ هذه العقيده. المراه في الاسلام وظيفتها جنسيه فقط, يعني هي ايه؟ يا تمارس الجنس مع زوجها يا تتضرب. هذه هي وظيفه المراه في الاسلام. وحتى هذا الزوج هيطلع يموت ويطلع يقابل حور العين 72 واحده, وهذا تقليل من شان المراه يعني. يعني اذا كانت اذا كان الرجل في الاسلام سيفوز او سيحظى ب 72 سيده في هذه الجنه او في هذا المخور, ماذا ستحصل المراه؟ لماذا لم يذكر في القرآن 72 رجل للمرأة؟ طبعا هو حاجة يعني في منتهى العبث, وحاجة مش يعني تخلي تصير الاشمئزاز يعني. يعني ايه 72 واحدة للرجل؟ ويعني انا انقى بنفسي ان انا هخش هذه الجنة يعني. انا لو طلعت ولقيت الجنة دي انا هنزل تاني, انا مش داخل لهذه الجنة ولا تعنيني بأي شيء يعني. خلينا نعرض حديث من ضمن الاحاديث. حدثنا أبو معاوية, ده الحديث ده في صحيح مسلم, صحيح مسلم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت, رفضت المرأة, فبات غضبان. طبعا الفحل بتاعها غضبان, هو عايز يخلص دلوقتي. فبات غضبان, لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني دلوقتي الراجل طلب من مراته ان هو يمارس الجنس دلوقتي, الست بقى ايه؟ مش مهم بقى هي تعبانة ولا ملهاش مزاج ولا مرهقة ولا لسه راجع من الشغل ولا 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 مليون سبب ولا عندها البيريود وريفر يعني. لا, هي لازم تسمع كلامه يا اما هتلعنها الملائكة حتى تصبح. طيب حديث تاني برضه يقول لك سمعت ام سلمة برضه في صحيح مسلم, سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يعني هو زوجها لازم يبقى يرضع, يعني هو البوابة الدخول إن جوزها لازم يبقى راضي عنها. طب افرض جوزها مش كويس, افرض جوزها لا يوجد بينهم يعني من بعض ود أو محبة أو أي نوع من الحسن يعني بينهم, يعني لازم ترضيه عشان تدخل الجنة. طيب حديث تاني بيعكس كم الإذلال اللي المرأة بتتذلله في الإسلام. في مسند أحمد حدثنا عن يا رسول قال يا رسول الله رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول الله لا, إنه لا يسجد أحد لأحد. رجل نزيه والله, ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. يعني أنا كان عندي شغالة في وقت ما, شغالة عاملة نظف البيت الكلام ده, عمري ما خليتها تسجد لي يعني. ما ده لو شغالة يعني, ما هذا النوع من الإذلال يعني؟ ما هذا النوع من الدناءة الفكرية؟ ليه المرأة تسجد للرجل يعني؟ ليه يعني أنا حط نفسك مكانها يعني. اولا انا لا يعني ما عنديش اي طبعا مشكله خالص ان انا اسجد لاي مراه, لان المراه انا بشوف المراه فعلا انسان مقدس وهي سبب وجودي على الحياه وهي سبب خلق الحياه, وانا احترم جميع النساء يعني المعتزات بنفسهم يعني. فانا ممكن اسجد للمراه ما عنديش اي مشكله, لكن يعني هنا الموضوع بيصار بشكل يعني في إذلال.
يعني اي لو افترضنا في مشكله بين الراجل والست لازم الست تسجد لهذا الزوج، يعني ده حديث برضو من ضمن الاحاديث السيئه. يعني حديث تاني برضو بيقول لك ايه في البخاري، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ليس عن عبد الملك عن عطاء بن عمرو قال اتت امراه الى نبي الله صلى الله طبعا ماشي، فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته. واحده رايحه تسال هذا المعتوه تقول له ما حق الزوج على زوجته. طيب قال لا تمنع نفسها ولو كانت على ظهر قطب. قطب يعني جمل او دابه بشكل عام. ف يعني المفروض الزوج لو الست على ظهر جمل وطلبت معاه ان هو يمارس الجنس تلغي كل حاجه وتنزل من على الجمل ويمارس الجنس، لا وظيفه اخرى لها غير الجنس، ووصل انك لو كانت على ظهر قطب. طيب فالحديث له تكمله، يعني سألته مرة تانية قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال لا تصدق بشيء من بيتي إلا بإذني، وإن فعلت لعنتها الملائكة وملائكة الرحمة حتى تتوب أو ترجع. يعني حتى ما تعملش صدقة من بيت من بيتها غير لما تقول للزوج، ولو الزوج عرف الكلام ده أو يعني عملت الكلام ده من غير إذنه تلعنها الملائكة. طبعا الملائكة قاعدة ما وراش غيرنا تلعن المرأة، يعني ترفض انها تنام مع جوزها تلعنها الملائكه، الملائكه قاعده مستنيه المراه تغلى. لكن الراجل ما تلاقيش حديث عن الراجل، يعني لماذا لا نرى مثلا الناس اللي بتقول لك المراه جوهره؟ ما فيش حد فيكم ليه بيقول الراجل جوهره؟ ليه ده سؤال مطروح. يعني ده طبعا من الاذلال اللي انتوا بتحاولوا تعكسوه على المراه. اكمل لان هو بس في عنا اتصال بالاخ. اتفضل اخ ليدو. أنا مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. أنا عندي تعليق صغير يعني على الشخص الذي يقول الإسلام كرم المرأة بالحجاب وجعلها جوهرة. تفضل. يعني الحجاب هو في الإسلام يعني يمكن أن نقول أنه أداة تفريق بين المرأة الحرة والعبدة. أداة يفرق بها بين المرأة الحرة والعبدة. يعني لما تأخذ سبايا حتى واحد السبية هذه أسلمت يعني أصبحت مسلمة، لكن هي ممنوعة أن تضع حجاب لأنها ما زالت عبدة. هذا في الإسلام يعني أنا دخلت يعني بسرعة لما تمشي الحديث والآخر، لكن هذا باختصار. وأيضا كان حديث مش عارف إذا عن علي ولا عن أبا بكر يقول لهم حتى المرأة يعني لا يجوز أن تغطي ثدييها يعني العبد لا يجوز. ألو؟ معك أكيد طبعا. هاي المرأة الأمة يعني المرأة الأمة عورة الأمة من الصرة إلى الركبة معروفة. نعم لكن قلت لك بلي يوجد يعني سبية أما وهي مسلمة، يعني أنا حد كيفاش تصلي هذه كيف تقوم بالصلاة؟ يعني أنا أعرف أن المرأة المسلمة تضع الحجاب لما تصلي، لكن الأمة كيف تصلي؟ هذا هو فقط تعليقي وأشكركم وأرجو. متشكر جدا، شكرا. شكرا كثير ليدو، شكرا كثير. تفضل أخي عم، شو تعليقك على مداخلة ليدو؟ هو سؤال مطروح يعني الأمة إزاي بتصلي. خلينا هو أثار نقطة مهمة، هو ليه الحجاب من الأساس فرض يعني على نساء المؤمنين أو نساء هذا الرسول؟ لأن كانوا بيتحرشوا بيهم، لأن كان بيحصل عملية من التحرش بيهم، وبالتالي أمرهم هذا الرسول المزعوم أن هم يغطوا نفسهم أدنى أن يعرفنا في أذين يعني عشان ما يعرفوش فيتأذوا. فده انعكاس عن التحرش اساسا، ده نتاج اسلامي بحت. يعني هو طبعا كلامه مظبوط يعني ان هو بتفرق الأمة من الحرة من العبدة يعني، لكن انا حبيت اصير موضوع ان هو ده بسبب التحرش اللي كان بيحصل يعني. طيب في خلينا نشوف شوية تعليقات من اليوتيوب. صراحة أنا شفت الصفحة في تعليقات كتير.
هو التعليقات كتيرة يعني، بس الكمبيوتر عندي شوي معصلش بده. كمان تحرك. في الأخ أحمد عم بيقول، تعليق على فكرة المرأة ناقصة عقل ودين، وحدثت معي فعلا أن نساء الإسلام أنفسهم يفتخرون بذلك ويدافعون عن هذا. يعني للأسف الشديد بتلاقي، شفنا يعني بالميديا حتى الفنانات كبار يعني عم بيدافعوا إنه هم ناقصات عقل. طيب في الأخ ميلاد يقول، أشكرك على الحلقة، وأنا أؤيد كلام الضيف لأنه كلامه صحيح 100%. عندي سؤال للضيف، هل الآيات اللي قرأتونه هل لاحظت بعض التناقضات الرهيبة أو أخطاء علمية في القرآن؟ خلينا نقول، هل لاحظت أخ عمر تناقضات بالقرآن؟ يعني على حسب طبعا سؤال القرآن مليء بالتناقضات، يعني احنا برضو احنا ممكن نعمل حلقة على تناقضات القرآن، لكن يعني انا ممكن اتذكر حاجة سريعة. الآيات دايما اللي هو بيتكلم يعني ايه الله، الله يعني ايه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طيب لما هو بيضل من يشاء ويهدي من يشاء، انت بتحسب ازاي بعد كده اللي انت اضليته؟ يعني انت دلوقتي جه انسان وانت عملت له حاله من الضلال، بعدته عن الاسلام، يعني انت المتسبب في الفساد دلوقتي. انت ازاي هتحاسبه بعد كده اذا كان انت اللي ضليته؟ انت بتقول تضل من تشاء، يعني انت اخترتني وضليتني، يعني انت دلوقتي انا المفروض افترض ان انت ضليتني، هتحاسبني ازاي بقى في الاخر لما انت اللي ضليتني؟ انت المسؤول دلوقتي. ده احد التناقضات، في تناقضات كتير يعني ما لو عايز نذكرها يعني. طب الاخطاء العلميه، اذا في عندك اي اجابه عن الاخطاء العلميه؟ طبعا يعني كتير جدا. اولا وكسونا العظام لحما، دي احد الاخطاء العلميه، العظام واللحم بيتكونوا في نفس الوقت. وهنا مثلا الارض كيف سطحت مثلا، هو بيفترض هنا ان بالتفسيرات على فكره ان الارض مسطحه. في يعني اشياء كتير، يعني احنا ممكن نعمل حلقه عن الاخطاء العلميه في القران يعني. طيب في عندنا اتصال، وفي برضو الشمس تجري يومئذ لمستقر، هو بيفترض ان الارض واقفه ثابته وان الشمس هي اللي بتلف حوالين الارض، فاهم؟ الشمس تجري يومئذ. احد يعني طبعا القران مليء يعني بالخرافات، يعني اللي بيحاول يعني يتويست الكتاب عشان يطلع منه نظرية علمية ده واحد فاشل يعني. بكل تأكيد يعني الفشل فاشل بفشل ذريع مثل ما بقولوا، خصوصا اللي بيحاولوا انه يطلعوا اشياء علمية من القرآن، يعني الخرافة والعلم لا يلتقيان نهائيا. طب خلينا نروح على سؤال تاني اخ عمرو، بشان الوقت يعني، يعني برأيك الملحدين اللي مترددين يجاهروا بإلحادهم، وانت أسلفت شو أهمية المجاهرة بالإلحاد، شو بتقول للناس المترددين المجاهرة بالإلحاد مع أنه ما راح يكون عليهم أي شيء يهدد أمنهم، يعني أمنهم العاطفي، أمنهم مهما كان يكون؟ يعني إنسان بقدر يجاهر بس ما بده يجاهر، شو بتقول له لهالشريحة من الملحدين؟ أقول لهم يعني أنت لم تخجل من الخرافات التي كنت تؤمن بها، يعني فكيف تخجل من الحقيقة يعني؟
او يعني لا تتردد من الحقيقة، انت كنت يعني بتؤمن في يوم من الايام ان النساء والغائط متساويان يعني. فانت الان المفروض يعني ارتقيت بنفسك، فلا يعني لا خجل من او لا تردد من ان انت تظهر ان انت تخلصت من هذه العقيدة يعني. وزي ما قلت يعني، يعني يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راجع. طيب، في عندي سؤال من الأخ أحمد. هو أخ أحمد حاولت أتصل فيه بصراحة، عم أقول مرحبا صديقي، جان أشكرك على الحلقة وأتفق مع، لا هي عم بيقول السؤال: هل لاحظ الضيف أخطاء علمية بالقرآن؟ طبعا الأخ عمرو حكى فيها، لاحظ أخطاء علمية بالقرآن وكلنا لاحظنا. وممكن كلنا لاحظنا تفضل أخي عمرو، تفضل. يعني، بقول طبعا موضوع ملحوظ يعني. ما احنا ذكرنا حوالي 3 أمثلة، ممكن نذكر مثال رابع مثلا انشقاق القمر. مثلا انشقاق القمر مكذب علميا تماما في كل الـ يعني الوكالات والصحف، وناسا عاملة ريبورت نفسها عن الموضوع انشقاق القمر. فده غير انا زي ما انا قلت لك الشمس تجري يومئذ لمستقر و كسونا العظام لحما، ويعني الخرافات كتيرة في القرآن يعني. طيب، خلينا نروح على السؤال. برأيك عمرو، الملحدين، نحن كملحدين على الفيسبوك، اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، شو ممكن نقدر نعمل حتى نعلي صوتنا أكثر، حتى يسمعونا أكثر الناس، حتى يفهموا وضعه، نقدر نوصل لهم الرسالة بسهولة أكثر؟ خلينا نقول انه نقدر نفهمهم: يا جماعه انتم عايشين من حيطان، دمرتوا حياتكم، دمرتوا حياتنا. شو كيف نقدر نعمل هالشيء كشيء منظم اذا امكن يعني؟ يعني والله انا بشوف ان الناس لما يعني انا شايف مجهود طبعا رائع وكبير جدا من ناس كتير يعني، البط الاسود وحضرتك وسال ويعني بعض الناس برضو اللي بيكتبوا على الفيسبوك. انا بشوف ان احنا لما نكتب بالتفصيل على الفيسبوك كبوست يعني بالتفاصيل، انا يعني بشوف ان الطريقه ديت بتبقى يعني مفصله اكتر من الفيديو. ممكن نطلع في الفيديو مثلا نذكر حاجه بسيطه، لكن انا دايما بعتمد ان انا بكتب في البوست بتاعتي على قد ما اقدر من الـ يعني لو بتكلم عن مثلا موضوع معين بحاول اجيب التفاصيل بتاعته بشكل يعني انديب من الكتب بتاعتهم يعني، بحيث ان هو اللي يقرا البوست يبتدي يشك ويبتدي يدور يعني. فانا بشوف المجهودات اللي احنا بنعملها مجهودات كويسة جدا، سواء كفيديوهات كبوستس ك يعني، لكن في الاخر الموضوع هيرجع لعقل الانسان يعني. يعني هو عقل الانسان هو لازم يكون متمرد ومنفتح على اللي بيحصل يعني، هو يبتدي يدور. ويعني انا ما حدش شجعني، وانا لما الحت ما كانش فيه اجهر بالالحاد، وما كانش فيه البط الاسود، وما كانش فيه اي فيديوهات ولا اي، انا اللي دورت بنفسي لما لقيت إن إنسانيتي تعارضت مع الإسلام، وهو بالمناسبة الإسلام ضد الإنسانية يعني. يعني اللي يكمل في الإسلام هو أكيد عنده خلل ما في الإنسانية عنده. أو الجهل الوراثي هذا للأسف الشديد اللي متوارث. طب، معنا اتصال من الأخ أحمد، تفضل أخ أحمد. مساء الخير عليكم. مساء الخيرات. هو يظهر كل ضيوفنا، كل المتواصلين اسمهم أحمد، يعني ما بعرف شو المشكلة. تفضل أخي. لا طبعا في عندي رسالة يعني أحب أوجهها، خصوصا هدية يعني للضيف الموجود. تفضل. الشك هو ما نملك من يقين، نعم اقرأ، لا تغمس رأسك كالنعام في الطين، تقليد هذا ما وجدنا عليه آباءنا الأولين، ليست الحقيقة عندك أو عندي، بل نحن للحقيقة باحثين، لسنا لأحد كارهين، بل للإنسانية داعين، لسنا شيوخا بعلم ما في الأرض مدعين، بعلم ما في السماء مدعين، وما
وما في في الأرض من أجهل الجاهلين. لسنا بسفك الدماء كم مقنعين أو إلى شراع السماء مدعين. نحن إلى حب الأب والإنسان لأخيه الإنسان أن نكون مجتمعين، وإلى ما دون ذلك قولوا آمين. 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 شعر رائع. أنا بحييك يا أستاذ أحمد. طيب شكرا أخي جان، أنا آسف. لا لا ولا يهمك، كثير استمتعت بكلماتك. كثير استمتعت بكلماتك، يسلموا كثير أحمد، يسلموا كثير. تسلم. طيب خلينا نروح على السؤال الأخير قبل ما نختم الحلقة أخ عمرو. شو رؤيتك لمستقبل الملحدين؟ برأيك الشرق الأوسط، العالم، الفكر الغيبي لوين ماشي؟ شو المستقبل تبعه؟ خلينا نقول بالفترة القصيرة وفترة المنظور القريب والمنظور المتوسط. خلينا نقول شو رأيتك لهم؟ تفضل. يعني لا يوجد مستقبل مع الغيبيات، لأن هي دايما الأديان بتدفع الإنسان إن هو يكرس حياته ومجهوده للحياة بعد الموت، لكن هو شايف الحياة اللي هو عايشها دي حياة مؤقتة، وبالتالي من هنا تكمن المشكلة. يعني لا أرى أي نوع من أي مستقبل أو تطور في دول الشرق الأوسط طالما هم مؤمنين بهذا الكم من الكراهية. وبعدين لازم نقول يعني لازم من فترة لأخرى الإنسان يراجع نفسه. يعني العقول التي يعني تتوقف، أو يعني العقول التي لا تغير أرائها تتوقف على أن تكون عقولا. دي نقطة مهمة، يعني أنت لازم تراجع نفسك كل فترة، تشوف أنت فين من العالم، هل أنت صح أو غلط. فأنا الناس يعني مستقبل في الشرق الأوسط، أنا بدأوا الناس تبص حواليها، يعني تشوف. يعني أنا خارج من مصر بسبب الإسلام، بسبب أني أدركت أن طول ما هذه العقيدة متواجدة بهذا الشكل، بهذه الكثافة، بهذا الكم من الكراهية، إحنا بنضيع طاقات شبابنا، إحنا بندمر شبابنا بإيدينا، إحنا بندمر شبابنا في شحن متواصل من الكراهية. إحنا بنربي الشاب على إنه يطلع إنسان كاره نفسه قبل أن يكره الغير. يعني أنا اللي أنا عايز أقوله، انقذوا شبابكم، انقذوا شبابكم من هذه العقيدة. الناس اللي بتموت كل يوم بسبب هذه العقيدة، ده يعني ده ما كانش مكتوب لها. نفس هذا الشاب لو كان اتربى في بيئة محترمة تحترم الإنسان، مش تقلل من الإنسان، كان الوضع هيختلف. الناس كانت هتشغل عقولها. احنا لازم نبص حوالينا ونشوف العالم الإسلامي فين من التطور والحداثة. زيرو. العالم الإسلامي لم ينجح إلا في الإرهاب، لم ينجح في أي شيء إلا في الإرهاب، ويعيش على العالم أجمع اللي بيتهمه بالمؤامرة. يعني فطبعا أنا أدعو الناس إنها تفكر وتدور وتكذبني وتراجع الآيات والأحاديث اللي في الحلقة وتكذبني وتدور عليها، يعني لو هي توصلت لمرحلة الشك. بصراحة أنا بتمنى منهم البحث، يعني ابحثوا يا جماعة، ابحثوا وجيبوا الدليل وقولوا أنت كذاب. يعني نحن بالضبط، مثلا ما في آيات بتحرض على القتل، وهذا ديننا لا يحرض على القتل. ما أعطونا آيات إنه ما قولوا لنا، وهي آيات لا تحض يعني على كراه، على تقليل دور المرأة، يعني بهالأشياء كلها بنعرفها للأسف الشديد. وما أظن يعني يقدروا يجيبوا دليل، لأنه أغلب المسلمين هن دينهم ما بيعرفوا أصلاً. يعني أنا عارف، وأنا عشان كده يعني كنت حبيت النهاردة أن أنا أتكلم بالدليل، أقول لهم ده في كتاب كذا كذا، الحديث الفلاني، الآية الفلانية، عشان لما يعني لأن أنا بشوف ناس بيعلقوا أن أنتوا بتتكلموا خلاص من غير أي دليل، وأنتوا يعني بتنتقدوا من أجل. لا، إحنا أنا جايب النهاردة أهو بتكلم بالآيات والأحاديث، ويعني فياريت أنت لو عندك كذبني، مفيش مشكلة، كذبني وابعت لي التصحيح وانا هرجع للاسلام. بس بكل تاكيد. على كل حال اخي عمرو، نحن في لنا لقاء ثاني معك بحلقه عن الاسلام، الاسره في الاسلام، يعني كثير موضوع مهم ولازم يعني
أكيد أكيد، ده شرف لي يا أستاذ جان، وأنا يعني استمتعت بالحلقة جدا، وبشكر حضرتك على الاستضافة، وبشكر المشاهدين اللي يعني خدوا جزء من وقتهم عشان يتفرجوا عليا، ويعني أتمنى، أنا مش هنا عشان أضايق حد، صدقوني يعني أنا كنت في يوم من الأيام عايش نفس اللي أنتوا عايشينه ده بالظبط، كنت في يوم من الأيام مسلم، لان في بعض الناس بيتهمون على الفيسبوك ان انا اسمي الحقيقي مش عمرو حامد، وان انا مغير اسمي عشان انتقد الاسلام، يعني ما اسميش شمعون ولا حاجه، يعني ما يعني انا عشت نفس اللي انتوا عايشينه ده. بصراحه عمرو، يعني التهم الجاهزه هذول مثل الانظمه العربيه، يعني باي التهم جاهزه، وحتى في صديقه، ما بعرف اذا صديق ولا شو مشاكلته، يعني بعت لي رساله انت لانك ملحد وانت مسيحي وانت، يعني هلا التفاهات هي انا لا ارد عليها للاسف. لا، ما احنا ما مش هننزل مستوانا لمستويات الناس دي، بالضبط، زي ما بقول لك القافله تعوي الكلاب تعوي والقافله تسير يعني. اكيد اكيد. طيب اخ عمرو، كلمه اخيره بتحب توجهها للمشاهدين؟ كلمه اخيره، ديكارت كان بيقول أنا أشك إذا أنا موجود، فأنا بدعو جميع المؤمنين من جميع الديانات لأن هم يشكوا مرة واحدة في حياتهم، شك في دينك، شك في عقيدتك، قارن دينك بالعلم، لو تعارض مع العلم حاول تجد إثبات للشيء المتعارض، إذا لم تجد له إثبات فأنت تعبد الخرافة. شكرا. بكل تأكيد بكل تأكيد. طبعا أصدقائي أنا بشكركم كتير، وبحب أذكركم بكرة الساعة 8 بتوقيت لندن في عنا حلقة مع الأخ أظن محمد حسن، ضياء حسن الملحد التونسي، وأنا بشكرك كتير أخي عمرو، وأكيد لنا لقاء تاني في حلقات أكيد. تانية، وبشكركم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا جماعة، متشكر جدا. شكرا شكرا.